السلام عليكم. تستند الحكومات الصهيونية المتعاقبة في حروبها ومواجهاتها الدائمة مع العرب والفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلى فلسفة ونظريات في الإرهاب الديني المستقاة من التوراة، فثمة غايات دنيوية وسياسية غلفها كتبة التوراة وكبار الحاخامات، والتي خرجت ونشرت في أمهات الكتب اليهودية بعقائد أضفوا عليها صفة الدين، وأصبح أتباعها المؤمنون بها يمارسون الإبادة الجماعية والقتل على أنها طاعة للرب عبر حقب تاريخية مختلفة. في كتاب شريعة الملك أو توراة الملك أو عقيدة الملك يعرض شبيرة ما اعتبره عشرات الأدلة من التوراة والتلمود وإرث الحاخامات القدماء التي تسمح بقتل الأغيار. يقول شبيرة: اقتلوا كل ما يشكل خطرا على إسرائيل، رجلا كان أم طفلا أم امرأة. ويرى شبيرة أنه يتوجب على الجنود اليهود أن يبادروا لقتل الأغيار حتى بدون أن يتلقوا أوامر من قياداتهم بذلك. ولا يفتي شبيرة بقتل غير اليهود فقط، بل يدعو كذلك للمس بأولئك اليهود الذين ينتقدون السلوك العنيف ضد الأغيار، حيث ورد في الكتاب: ويتوجب تعقب ومطاردة من يضعف كلامه مملكتنا أو مملكتنا. على أي حال، هذا ما جاء في المعتقدات والفكر والعقلية الصهيونية، وحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان مقاومة شعب لعقلية الإبادة الصهيونية التي نراها بوضوح شديد في قطاع غزة بآلاف المجازر التي ارتكبت حتى اليوم وبالإبادة الجماعية على الهواء مباشرة. معنا للحديث في هذا الموضوع عبر سكايب الأستاذ عمر عساف، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الكاتب والخبير في الشأن الفلسطيني. أرحب بك معنا أستاذ عمر. أهلا بك، يسعد أوقاتك. ونقول لك متأخرا حمد لله على سلامتك، رأيناك دائما وطنيا كبيرا قبل الحرب وبعد الحرب، وعندما خرجت من المعتقل وقد بدت آثار الاعتقال عليك خلال الشهور الماضية، فحمد لله على سلامتك أستاذ عمر. أشكرك. أهلا وسهلا فيك. كما يسعدني أن أرحب بدكتور إياد جبر، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور إياد. مرحبا بك أخي الكريم وضيوفك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين، بارك الله فيكم. كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور مأمون أبو عامر، الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر سكايب. مرحبا بك معنا دكتور مأمون. حياكم الله وضيوفك الكرام، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. أهلا وسهلا فيك دكتور، واسمحوا لي أن أبدأ بالأستاذ عمر من الضفة الغربية. أستاذ عمر، تستمر هذه الإبادة الجماعية لليوم 78 بعد 200، ونلاحظ بأن الاحتلال في اليومين الأخيرين لجأ إلى مرة جديدة مطاردة الشعب الفلسطيني والضغط عليه وإرهابه في مدينة غزة وفي شمال غزة من خلال المنشورات والتهديدات التي أصدرها قبل قليل، يطلب فيها من الناس بالذهاب والنزوح باتجاه المحافظة الوسطى، لأن هناك عمليات قتال خطيرة في مناطق غزة والشمال، وهي محاولة لإفراغ تلك المناطق من سكانها وأهلها، وبالتالي قد تكون محاولة لجلب إدارة مدنية عميلة في وقت ما. كيف تقيمون الأوضاع حتى الآن أستاذ عمر؟ يعني أسعدت أوقاتك أنت وكل المشاهدين الأعزاء. الأوضاع هي شبيهة بما كانت عليه قبل بضعة أشهر، ولكنها تتصاعد لأن الاحتلال لا يستخلص عبرا من فشله في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبالتالي ما يجري اليوم هو يعكس تخبطا ويعكس إجراما واستمرارا في الانتقام. ما يقوم به الاحتلال هو انتقام من الشعب الفلسطيني لأنه فشل عمليا في تحقيق أي أهداف عسكرية ملموسة، لا في استعادة الأسرى ولا في القضاء على المقاومة، وبالتالي الاحتلال مرة ثانية وثالثة يظن أنه بمزيد من القوة يمكنه أن يحقق ما عجز عنه في بالمرة الأولى باستخدام القوة. هذا هو الواقع، والواقع أيضا مضافا إلى ذلك أن الاحتلال ربما يصعد في هذه المرحلة
وينتقم أكثر فأكثر، ربما لأنه سيكون على باب ما يمكن أن نسميه بهدنة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى، وبالتالي هدنة قد تستمر 6 أسابيع كما يعني هو منصوص عليه في المقترح. ومن هنا الاحتلال يريد أن يواصل هذه السياسة ومنطلقا كما أشار التقرير إلى أساطير في التوراة تقول بقتل الغير، بقتل الآخرين، لأن هؤلاء ينظرون إليهم باعتبارهم دونا، أي أنهم أقل مكانة من هؤلاء بين قوسين شعب الله المختار. ومن هنا الاحتلال يستمر في جرائمه ولا يردعه إلا قوة المقاومة التي تلحق الخسائر يوما بعد آخر. نعم. نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عمر لننطلق للدكتور مأمون أبو عامر. دكتور مأمون، بالنظر إلى هذا السلوك الصهيوني نلاحظ بأن الاحتلال يحاول دائما أن يضغط على الحاضنة الشعبية أو على المدنيين الفلسطينيين ضغطا عسكريا رهيبا لتحقيق مجموعة من الأهداف. برأيك لماذا يضغط الآن؟ هل هي نوع من المفاوضات تحت النار؟ هل ما تزال خططه قائمة ويريد تنفيذها فعليا، تهجير السكان من الشمال ومن غزة، وبالتالي يعني إدارة مدنية هناك؟ لماذا كل هذا الإرهاب وهذا الضغط، مع أنه قال في المرحلة الثالثة ستكون هناك عمليات مركزة بالطيران وبالاغتيال وما إلى ذلك، لكن نجد أنه الآن سيدخل إلى بعض الأحياء ويقوم بتدميرها كما حصل قبل ذلك في مختلف محافظات القطاع، لماذا هذا السلوك برأيك؟ حقيقة هذا السلوك يعني برجع إلى جانبين، الجانب الأول ما هو كما تفضلت حضرتك وهو التقاوض تحت النار، وهذا سلوك تقاوضي، الضغط طبعا على القاعده الشعبيه لانهم غير مقادره بالضبط ان يضغط على المقاومه يعني طرف بالنسبه للطرف لا يمكن الضغط عليه بالشكل الذي يؤثر على عمليه التقاوم، ولذلك هو يذهب الى الخليه الضعيفه او الخاصه الضعيفه في عمليه في جبهه المقاومه وهي الجبهه المواطنين، ولذلك هو يقوم بعمليه كيد الوعي للجمهور من اجل ان يبقى الجمهور الفلسطيني في حاله ضغط شديده جدا، وهذا طبعا يضغط بالتالي على المقاومه. جانب اخر وهو يخص المجتمع الفلسطيني، لانه في وهذا مرتبط ايضا بالمفاوضات ايضا، ان هناك يعني افق وارده بامكانيه الوصول الى الصفقه، ولذلك قبل ان يذهب الى الصفقه يريد ان يحول الحاله الفلسطينيه الى حاله من كي حاله ضغط نفسي يؤثر على السلوك المستقبلي، وهو ما نسميه بكي الوعي الجمعي للمجتمع الفلسطيني بانه عليه ان يتذكر انه اذا ما حاول مره اخرى ان يكرر 7 اكتوبر فانه لن ينجو احد من هذه المعاناه، لا صغير ولا كبير ولا طرف اخر، سواء من له في المقاومة من ليس له في المقاومة، وبالتالي هو الضغط على الجمع الفلسطيني ككل من أجل الضغط على صانع القرار الفلسطيني، ولذلك هذه السياسة مرتبطة بشكل أو آخر أيضا بالسلوك العام تجاه قطاع غزة والمنطقة الشمالية في قطاع غزة بشكل خاص، وهي أن الاحتلال يريد أن يحول منطقة شمال قطاع غزة إلى مناطق يعني أقل سكانا. نعم. خاصة في ظل حالة الحرب، وحتى بعد الحرب يعني يحول منطقة شمال قطاع غزة إلى منطقة ضعيفة أو منطقة مستهدفة في عقل الجمعية الفلسطيني، بأنه إذا أنتم رجعتم إلى غزة فإن مصيركم سيكون معلقا بشكل كبير وعوامل الاستقرار ستكون محدودة، وبالتالي عليكم أن تفكروا فيما بعد لو انتهت الأمور أن تبقوا في المنطقة الشمالية، وهذا جزء من الاستراتيجية الشاملة تجاه التعامل مع شمال قطاع غزة، ويحاول التفريغ منطقة الشمال بأكبر قدر ممكن من السكان ونقلهم إلى الجنوب. هذه كلها سياسات متبعة بإدارة هذه الحرب، وهذه طبعا الاحتلال يزيد فيها مع تقدم المفاوضات تجاه الوصول إلى الصفقة. نعم. دكتور إياد، الضغط على المدنيين
الضغط العسكري والإرهاب عليهم جزء من تعبير عن الفشل الإسرائيلي في التحقيق الأهداف العسكرية، ولا سيما مع تصاعد أعمال المقاومة في مدينة غزة وفي أحياء كان الاحتلال يتوقع أنه قد انتهى منها من قبل، كما حصل في الإعلان عن عشرات العمليات خلال الأيام الماضية سواء في تل الهوى أو في الشجاعية أو في رفح ومناطق أخرى. بين هذا وذاك، كيف يمكن فهم هذا السلوك؟ هل هو فعلا من ناحية أخرى رد على بطولات المقاومة، على استمرار المقاومة، وخاصة حديث أبي عبيدة عن استمرار القتال وما يمكن تسميته مرحلة الاستنزاف لقوات الاحتلال، وكذلك تجنيد الآلاف واستئناف الصناعة المحلية العسكرية؟ نعم أخي الكريم، ليعلم الاحتلال تماما أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في قطاع غزة هي رأس مال المقاومة، وهذا يؤكد ما جاء في كلمة أبو عبيدة حينما أشار إلى إعادة التجنيد أو إلى إدخال الكثير آلاف العناصر داخل الكتائب القسام أو داخل المقاومة خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية، وهذا دليل على أنه هذه الحاضنة الشعبية مستعدة للتضحية في كل وقت وفي كل لحظة في قطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال لم يبقي على شيء للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة سوى أن المقاومة هي الخيار الوحيد بالنسبة لهذا المدني أو المواطن، فبالتالي الاحتلال يعلم ذلك تماما، يعلم أن المقاومة رأس مالها فقط هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة وأن هناك تخاذل كبير على كافة المستويات سواء الإقليمية أو الدولية أو الصمت العام، والمقاومة في قطاع غزة وجدت نفسها تقريبا أمام هذا الاحتلال الغاشم الذي يحاول أن يدمر كل شيء. الاحتلال مقبل على المرحلة أو ما قيل أو ما تسمى المرحلة الثالثة أو المرحلة جيم دون أن يحقق الأهداف الذي أعلن عنها، وهي أهداف شبه مستحيلة بتصوري، والهدف منها استمرار عملية الإبادة في قطاع غزة. لذلك الذهاب إلى هذه المرحلة دون أن يحقق أي من هذه الأهداف بالتأكيد سوف يمعن في القتل والتدمير في قطاع غزة، وقد شاهدنا خلال الساعات الماضية محاولة الإصرار على مسألة التهجير والإصرار على مسألة محاولة الفصل بين الحاضنة الشعبية للمقاومة والمقاومة في قطاع غزة وخصوصا في مدينة غزة وكافة مناطق شمال قطاع غزة، لكن هذه المسألة فشلت لأن الاحتلال حاول أن يكررها في مرات مختلفة لكن فشل في ذلك فشل ذريع، وخصوصا أنه فشل أيضا في إيجاد بديل عن المقاومة، إيجاد بدائل مدنية عن المقاومة، وهو يسعى إلى ذلك سواء في مناطق في شمال غزة بيت لاهيا وبيت حنون ومنطقة العطاطرة خلال الأسابيع الماضية شهدنا ذلك، وهذا ما فشل فيه سابقا في شرق غزة وفي الزيتون تحديدا، لكن الاحتلال يدرك تماما أنه إن حربه غير المتناظرة أو الإبادة الجماعية الذي يمارسها على المقاومة قطاع غزة لم تعد مبررة، لأنها هذه الحرب كما أشرتم في بداية تقريركم أنها حرب تأخذ طابعا دينيا وفي نفس الوقت طابعا ربما شخصيا يتعلق بشخصية نتنياهو أو بالتيار الذي يحيط بنتنياهو، كما أن هذه الحرب لها تداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع والنظام السياسي داخل الكيان الصهيوني، فنتنياهو يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه على حساب الشعب الفلسطيني، لذلك يمارس هذه الأفعال أملا في إيجاد فرصة أفضل، خاصة وأن التوصل إلى التهدئة دائما هو نتنياهو من يحاول أن يعطلها، وهذا واضح للجميع وواضح أيضا لكافة الأطراف. سنأتي إلى موضوع التهدئة وكيف يعرقلها نتنياهو، لكن يجب التوقف مرة أخرى مع الأستاذ عمر عند نقطة مهمة تتعلق بالشعب الفلسطيني وصموده بين يدي هذه الإبادة الجماعية. كما قلت أستاذ عمر قبل قليل، عندما قام الاحتلال بإلقاء منشورات تطلب من المواطنين في مدينة غزة وفي الشمال بإخلاء المناطق والذهاب باتجاه المحافظة الوسطى، أصدر الناس هاشتاج وشعار مش طالعين من هذه المناطق وبالتالي لن نتركها. بالنظر إلى هذا السلوك لشعبنا الفلسطيني في ظل عدم وجود أي نوع من الإمداد حتى الإنساني والإغاثي
الذي يعزز صمودهم. الناس تضطر للنزوح من منطقة إلى أخرى وهم جائعون، لا يستطيعون السير على أقدامهم، ويبكي الأطفال وتبكي النساء بينما ينتقلون من منطقة إلى أخرى. كانوا يستحقون أن يمدوا بمدد وإغاثة إنسانية عاجلة جدا، ولكن هذا لم يحصل بالطريقة الكافية. كيف تنظر إلى هذا الصمود الفلسطيني الكبير؟ يعني أنا أنظر لأمرين الحقيقة معا، هو هذا الظلم العالمي، هذا يعني ما يسمى بالنظام العالمي أو النظام الدولي الذي عمليا لا يلزم ولا يجبر الاحتلال على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية التي وضعها هذا النظام، وكأن هذا الكيان خارج عن المواثيق والأعراف الدولية، هذا أولا. وهذا يجعل هذا النظام كله بلا أخلاق، الأخلاق والديمقراطية التي يتحدثون عنها هي كذبة كبرى. هذا النظام نظام فاشي استعماري يناصر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا من على رأس هذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الحليفة لها. هذا أولا. ثانيا، الشعب الفلسطيني عمليا الذي اعتاد على مواجهة هذا الاحتلال، والذي اعتاد على الصمود، والذي اعتاد على التضحية، نعم اليوم هو لا يجد أمامه خيارا إلا أن يصمد، إلا أن يقول للاحتلال مش طالعين. لماذا؟ أولا لأن جرائم الاحتلال لم تتوقف منذ 9 أشهر على كل يعني قطاع غزة، على كل بقعة، على كل سنتيمتر في قطاع غزة لم يتوقف العدوان، وبالتالي أينما ذهبوا سيلاحقهم العدوان. وثانيا أن الاحتلال وجيشه الإجرامي كثيرا ما قاموا بقصف مراكز الإيواء ومراكز التجمع، المدارس و مؤسسات وكالة الغوث الدولية المفروض أنها تكون محمية. أنا أعتقد هذا عمليا هو الذي يدفع شعبنا الفلسطيني لأن يقول نعم إحنا مش طالعين، باقين في بيوتنا، لأنهم هناك من نقل أو غادر بيته مرة واثنتين وثلاثا وخمسا وست مرات، وبعد ذلك لم ينجو من جرائم الاحتلال، لأن هذا الاحتلال ما يقوم به هو عذاب للشعب الفلسطيني، عذاب بكل معنى الكلمة، يريد أن يعذب الناس وأن ينتقم منهم. لماذا؟ لأنهم يشكلون حاضنة للمقاومة الباسلة التي تواجه الاحتلال كل يوم، والذي تلحق بالاحتلال الأذى وتجبره على أن يبقى يراوح مكانه، يقول انتهينا من الشمال أو انتهينا من المناطق الوسطى، فما هي إلا أيام أو ساعات حتى يخرج المقاتلون المقاومون في مواجهة الاحتلال، ويقولون له أن المقاومة ما زالت لها اليد العليا في قطاع غزة، شاء الاحتلال أم أبى. وهذا ما يخيف الاحتلال من الحديث عن اليوم التالي لقطاع غزة، لأنه لن يستطيع لا تنصيب أدواته ولا الأمور العائلية ولا عملاء الاحتلال، هؤلاء لن يستطيعوا أن يكون لهم دور في قطاع غزة، ولن يستطيع أولئك الذين يتآمرون بسداسية عربية أو غير عربية لتجيء كي تساعد الاحتلال في قمع شعبنا في قطاع غزة. شعبنا أقوى من كل هذه، بكل تأكيد، وسيبقى يواجه الاحتلال يوما بعد. دكتور مأمون، المفارقة أنه بينما تصر المقاومة الفلسطينية في جولات المفاوضات على عودة النازحين من الجنوب والمحافظة الوسطى بدون شروط أو قيود، يقوم الاحتلال الآن بتهديد وإجبار السكان في الشمال وفي مدينة غزة على النزوح إلى الجنوب. وفي هذا رسالة وحشية إرهابية قاسية للمقاومة الفلسطينية التي ما زالت تصر على تحقيق بعض المطالب العادلة الخاصة بشروط أو مطالب المقاومة تجاه وقف هذه الحرب. مفاوضات قاسية جدا ومريرة، باعتقادك إلى أين يمكن أن تصل؟ حقيقة الموضوع المفاوضات موضوع يعني
شائك ومعقد جدا، ليس من الامر الهين، وفيه مداخلات كثيره. اعتقد ان يعني فكره يعني كما تفضلت بالنسبه لاشياء نقطه صغيره اللي كانت فيها الترحيل من الشمال، من الشمال الى الجنوب، والمفاوضات تدمي تدور حول عدد من الجنوب الى الشمال، هذا سلوك اسرائيلي متعود، ويقاتل من اخر لحظه كان لا يوجد مفاوضات وكان الحرب مستمره. فلذلك يجب ان لا ينظر لهذا الامر على انه يشير الى مؤشرات على ان لا توجد من صفقه او لا يتاثر بالصفقه. هو يتعامل مع الحرب بشكل عكسي، هو تفاوض تحت الحرب تحت النار، وبالتالي يستخدم ادوات الضغط ما امكن استخدامه. هذا نقطه. واشير واذكر هنا في عندما صار الانسحاب في سبتمبر عام 2005 من قطاع غزه، في اليوم الذي بدا الجيش الاسرائيلي ينسحب امر بالانسحاب، كانت في بعض المناطق شاحنات الباطون او خلاطات الباطون تنقل الاسمنت المسلح من داخل فلسطين المحتله الى قطاع غزه الى اماكن محدده مسبقا. وبالتالي هذا لا علاقه له. وعندما جاءت القرارات برفض المستوطنين طبعا، وعندما رفضوا جاء الجيش باخلائهم، تعاملوا مع الامر كانه يعني لا يوجد امر بالاخلاء. فلذلك يعني يجب لا نربط الامر بهذا. الان موضوع الصفقه فيه نقطه خلاف مهمه، اذا احببت ان افصلها ممكن اتحدث فيها. نعم تفضل. اولا بالنسبه الى نتنياهو، نتنياهو كان يرفض الصفقه ليس لاعتبارات ان بالكثير وسموتريش فقط هم يرفضون الصفقه، لاعتباراته الشخصيه قبل اعتبارات سموتريش وبالكثير، هو يستخدم سموتريش وبالكثير كمهددات ومبررات وليس كسبب في قناعاته الذاتيه. هو لديه مشروع ويستخدم ادوات، والادوات التي لا يريد ان يكون هو حاضرا فيها يقدم الاخرين، ثم يكون هو حتى يكون لديه هامش المناوره للتقدم وللتاخير. ولذلك هو يبرر بسموتش بالكثير. الان عندما كان يشعر نتنياهو ان الجمهور الاسرائيلي ليس لديه رغبه او لا زال الجمهور الاسرائيلي متجه الى عمليه تصفيه الحساب وعمليه الاولويه لديه القضاء على حركه حماس، كان خط نتنياهو واضحا بالرفض المطلق. وحتى عندما يعني قال في السنه الرابعه عشره انه يريد صفقه جزئيه، هو كان انتقل من حاله الرفض المطلق الى القبول الجزئي. وهو كان يرفض مطلقا الصفقه. والدليل على ذلك ان في صفقه سبتمبر كان هناك في اخر يوم كان المفروض ان يخرج 8 أسرى اسرائيليين من قطاع غزه الى داخل الكيان، لكن نتنياهو رفض تسلمهم لانه لا يريد ان يكمل التهدئه ويوقف القتال. ولذلك الان نتنياهو انتقل الى مرحله قناعاته بانه من مصلحته الذهاب الى الصفقه، لكن لا يريد ان يعطي الانطباع بانه خضع للضغط او لمتطلبات الحاجه الى الصفقه. الان لماذا هو الان قبل؟ هناك يعني ليس لسبب ان حركه حماس فقط تقدمت بايجابيه، اعطت تراجع في موضوع الشرط الاساسي وهو ان التفاوض يؤدي الى وقف اطلاق النار. لا، هناك معطيات لدى نتنياهو تعطيه يعني امكانيه القبول بالصفقه. اول هذه المعطيات ان المؤسسه العسكريه اعطته الاجابه الكامله ان فكره القضاء على حركه حماس والتخلص منها بالقوة العسكريه ما عاد يمكن ان يتحقق. ولذلك عندما تحدث رئيس ناطق باسم الجيش هاجاري ان قد نحتاج 5 سنوات نجد قضاء حماس، وان حماس فكره، وهكذا هذه الامور اصبح الامر واضحا، وتحدث به رئيس الاركان، وتحدث به وزير الدفاع، وكذا يعني مسؤول وخبراء عسكريين، كل هذا الامر اصبح نعم. واضح. نعم. الان الاختيار العسكري لم يعد هو الخيار العملي للافراج عن الاسرى. ثانيا ان استمرار القتال اصبح يشهد مشكلتين اساسيتين. قبل ذلك يجب ان اشير هنا ان هناك تحول، يعني تحول في الجمهور الاسرائيلي. الان حسب استطلاع القناه الثانيه عشره بان 67% من الجمهور الاسرائيلي تؤيد الصفقه، وفقط 26% يعارضون. اذا عندنا كتله تقدر حوالي ثلثي الجمهور الاسرائيلي
وهذا مهم وجهه نظر نتنياهو، وهو مفرط بموضوع استطلاعات الراي العام. ولذلك عندما تحدث بنيجنس قال انه سندعمه، وكذلك زعيم حزب المستقبل ايضا سندعمك ونوفر لك غطاء في داخل الكنيسه من اجل بقاء الحكومه. اذا انت ترجح دكتور، ترجح ان يقبل نتنياهو ويذهب باتجاه قبول بصفقه ما، يعني ارجح نعم الى درجه كبيره. نعم، رجع لدرجة كبيرة. نعم، تمام. إذا أحببت أن أكمل فهذا بالتأكيد. شكرا دكتور مأمون أبو عامر، أشكرك لارتباطك في موعد آخر، وإن شاء الله نبقى على تواصل في الحلقات المقبلة. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور إياد. استئنافا لما تفضل به الدكتور مأمون، على الرغم من كل ما تفضل به، لكن دائما هناك أصوات تقول بأن نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة احتلالا عسكريا مؤقتا، وأن تلك المخططات ما زالت موجودة في أدراجه، وأنه على خلاف مع الجيش بشكل أساسي من أجل تحقيق هذه النقطة. والسلوك الذي نحاول فهمه الآن ونحاول تفسيره حول هذا السلوك في مدينة غزة على سبيل المثال وفي الشمال، ودعوة الناس إلى الخروج والضغط عليهم وكذا، قد يكون واحدا من التفسيرات لاستمرار هذه الحرب واستمرارها بهذه الوحشية وهذه الطريقة، على الرغم من قضية التسميات مرحلة أولى وثانية وثالثة وتقديرات كل مرحلة. فهل تعتقد بالفعل أن نتنياهو ما زال يخادع وأنه لن يذهب إلى صفقة، أم نحن أقرب إلى صفقة ما؟ نعم، أنا أعتقد أن نتنياهو دائما، والسلوك الصهيوني ليست في هذه الحرب فقط وإنما حتى في الجولات السابقة، دائما يحاول أن يختلق متغيرات جديدة. هذه المتغيرات يستند عليها في عملية التفاوض، ليس بهدف الوصول إلى صفقة بقدر ما يهدف إلى كسب المزيد من الوقت، خصوصا في هذه الجولة أو في هذه المعركة أو هذه الإبادة الجماعية القائمة في قطاع غزة. سابقا كنا نتحدث عن مسائل رئيسية في موضوع الصفقة أو في موضوع الوصول إلى هدنة. اليوم يتحدث الإعلام الصهيوني منذ الصباح ومنذ أمس عن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهذه لم تكن قبل شهر مايو الماضي قضايا أساسية في عملية الوصول إلى اتفاق بين المقاومة والاحتلال. لذلك الاحتلال هو اختلق هذه الإشكاليات بعد دخوله إلى مدينة رفح. وبالتالي يقال الآن في الإعلام الصهيوني أن اقترب الطرفين أو اقترب الجانب الصهيوني أو من خلال الوسطاء إلى مسألة الاتفاق على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وهذه مسائل تعتبر ليست هي مسائل رئيسية في موضوع الوصول إلى التفاوض إلى الصفقة. لذلك نتنياهو هنا يكسب المزيد من الوقت، وهذا سلوك معتاد عن الحكومة الصهيونية. فبالتالي أنا لا أرجح الوصول إلى صفقة بشكل كبير، أو لست متحمسا بشكل كبير، أو لا أعتقد أن حكومة نتنياهو الحالية ذاهبة إلى هذه الإشكالية. لماذا؟ لأسباب أولا تتعلق بحالة نتنياهو ووضعه الشخصي، والجميع يعرف هذه المسألة، ووضعه السياسي ومستقبله السياسي. الأمر الآخر أن نتنياهو خلال أيام في 24 من هذا الشهر سوف يذهب إلى الكونغرس الأمريكي ويلقي خطابا هناك، وهو يحتاج إلى دعم أمريكي فيما يتعلق بنوع معين من القنابل أو ما تسمى لاستكمال الحرب. استكمال الحرب، فكيف لنتنياهو أن يوقع صفقة مع قطاع غزة ويوقف الحرب في قطاع غزة، وهنا يخسر مشروعية استكمال الحرب، يخسر مبررات الحرب على جبهة الشمال، لأن توقيع اتفاق مع قطاع غزة سوف يكون عائق بالنسبة لنتنياهو في استكمال الحرب في الشمال. لكن في نفس الوقت من الصعب أن يفتح جبهة في الشمال دون إغلاق إلى حد ما جبهة الجنوب أو جبهة القطاع. نتنياهو ربما يوافق، لكن المقاومة لا، سوف ترفض. لذلك نعم. نتنياهو حين مؤخرا قبل أيام بعد عرض الصفقة مؤخرا أو بعد استئناف المفاوضات مؤخرا عرض 4 نقاط، وكانت هذه النقاط كلها تدفع باتجاه نسف الوصول إلى صفقة. فبالتالي نتنياهو ربما هو مستعد للذهاب إلى تهدئة مؤقتة يستكمل بعدها الحرب، لأنه نعم. يدرك أن وقف الحرب في قطاع غزة سوف يدفع الأطراف الأخرى، المحور المقاوم على وجه الخصوص، إلى تهدئة الأمور، وهذا لا يحتاجه نتنياهو، ليس لأسباب شخصية فقط، وإنما أيضا لأسباب استراتيجية تتعلق بوضع دولة الاحتلال وموقفها في الإقليم وموقفها على مستوى
استمرار التطبيع مع الأطراف العربية والإسلامية المختلفة وموقفها من حالة الوضع الإقليمي، فبالتالي أيضا موقفها على مستوى الداخل، علاقة نتنياهو وعلاقة المحور أو التيار الديني المتطرف وموقفه من المجتمع الصهيوني، خاصة وأننا نتحدث عن نحو 100,000 خرجوا من مدن أو من مستوطنات الشمال، ومثلهم تقريبا من غلاف قطاع غزة، بالتالي هذه تشكل خطر على نتنياهو. المظاهرات والاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني لا تتوقف، ربما هذه من الأسباب الرئيسية التي تكون تشكل تدفع نتنياهو باتجاه الصفقة، لكنها في نفس الوقت هناك أسباب أكثر وأشد خطورة على حياة نتنياهو السياسية وعلى التيار اليميني المتطرف، خاصة وأن هذا التيار بعد حل مجلس الحرب كان يحمل كل المجتمع الصهيوني المسؤولية وكان لا يستطيع أحد أن يتكلم. اليوم نتحدث عن استطلاعات رأي كلها ضد الحكومة أو أغلبها ضد الحكومة نتنياهو وضد سياساتها، أيضا نتحدث عن هناك انطباع لدى مصادر إسرائيلية وأجنبية تقول بأن نتنياهو هو من يعرقل هذه الصفقة تأييدا لما تقوله. ابقى معنا دكتور إياد. أستاذ عمر، فيما يتعلق بقضية موقف الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وكذلك الحكومة والعرب بشكل عام، يعني بدأت المعركة في 7 أكتوبر في أسوأ الظروف فلسطينيا وعربيا وما زالت مستمرة في ذات الظروف، لم تتغير حتى على المستوى الإنساني الإغاثي، لم نشهد يعني سلوكا يعني جيدا للسلطة الفلسطينية أو للحكومات العربية والإسلامية. هل يمكن حدوث اختراق أو تغيير ما؟ يعني لا، والحقيقة بالعكس، يعني نحن رأينا موقفا مخزيا، رأينا موقفا متواطئا، رأينا موقفا لا يرتقي لا إلى مستوى آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بشكل خاص، ولا يرتقي حتى إلى الحس الإنساني بأن هناك جرائم وهناك مظلومية يعني يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبالتالي على النظام الرسمي، أنا أتحدث هنا طبعا عن النظام الرسمي العربي بشكل خاص وعن العالم الإسلامي بشكل عام، عمليا اعتاد على أن يخضع للإرادة الأمريكية والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وأن يذهب إلى التطبيع مع دولة الاحتلال. وبالتالي أنا أظن أن هذه الأنظمة الوظيفية في العالم العربي عمليا لا أراهن عليها قطعا، يعني فقط هناك ما هو معروف أن قوى المقاومة وقوى محور المقاومة في لبنان والعراق واليمن وبالطبع على صعيد العالم وسوريا طبعا في العالم وعلى صعيد إيران في العالم الإسلامي، هذا المحور وهذه الدول هي فقط التي وقفت وتقف يوميا وبالدم إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبالتالي علينا أن نميز بين من هم الأصدقاء ومن هم الأعداء، وعلينا أن لا نراهن كثيرا على هذه الأنظمة التي مرة أخرى تقمع شعوبها وتعارض في سياساتها تطلعات هذه الشعوب وتتخلى عن واجباتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. أما على الصعيد الفلسطيني فالأمر ربما أكثر سوءا، يعني هذه السلطة منذ اليوم الأول في علاقاتها يعني الدمار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال كل الوقت هي عمليا لا أقول متفرجة وحسب، ولكن أقول هي بسلوكها تكاد تكون صامتة صمتا مريبا. كيف تقوم السلطة وقيادة السلطة بوسم ما يقوم به الشعب الفلسطيني ودفاعه عن نفسه في قطاع غزة بأنه إرهاب؟ كيف تقوم بقمع الناضلين والمقاومين الفلسطينيين الذين يساندون أنفسهم قبل أن يساندوا قطاع غزة وتقمعهم وتزج بهم في السجون يعني أو تقتلهم؟ نحن فقد الشعب الفلسطيني حوالي 10 شهداء على يد السلطة خلال الأشهر 9 الماضية على خلفية التضامن مع قطاع غزة، وتعرض لكثير من
الاعتداءات والاعتقالات، وآخرها كان اعتقال أول أمس لأحد المناضلين فخري جرادات من جنين على خلفية موقفه من السلطة ومطالبته بالحريات وأن ترتقي السلطة بأدائها إلى مستوى التحديات. هذا أعتقد عمليا هو ما هي عليه السلطة اليوم، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك رهانا لشعرة واحدة أو لذرة واحدة مع على السلطة على أن تكون في موقع آخر، لأن الاحتلال يريدها أن تحافظ فقط على وظيفتها الأمنية، والوظيفة الأمنية للسلطة هي أن تتحول إلى جيش لبنان الجنوبي، وما تقوم به السلطة لا يردع الاحتلال حتى الآن عن هذا التوجه رغم جرائمه بالاستيطان وتحويل الضف إلى بنتستونات وإعلانه كل يوم أنه يريد إنهاء السلطة ويريد الأرض بلا سكان ويدمر في جنين ونابلس وطول كرم وإنشاء مستوطنات ومخيماتها جديدة. والسلطة لا تفعل شيئا. لكن للطوفان ما بعده أستاذ عمر، هذه مرحلة جديدة ولا أعتقد بأن الأمور ستكون كما قبل الطوفان سياسيا ومن كل النواحي. في الحقيقة لم يعد الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من مرارة ما يحصل وعلى الرغم من خذلان شعبنا في غزة، لكن لم يعد بالمقدور الصبر على هذا السلوك. أستاذ عمر، سؤال عن موقف السلطة والأنظمة العربية وأنا كنت أجيب عن ذلك، ولكن بالتأكيد ما بعد 7 أكتوبر غير ما قبل 7 أكتوبر. 7 أكتوبر عمليا ألحق هزيمة بكل منظومة الاحتلال الأمنية والسياسية والاستخبارية وحتى المجتمعية والسياسة، كلها ألحق بها هزيمة، واخترق العالم في رواية واضحة تقول أننا شعب لن نبقى واقفين متفرجين على جرائم الاحتلال. هذه عمليا قلبت المزاج العالمي الشعبي العالمي، حيث يتحدث العالم اليوم كله عن المظلومية التي يتعرض لها الفلسطينيون والجرائم التي يمارسها الاحتلال، وبالتالي الاحتلال يعاني من عزلة في الخارج. هذا على صعيد. أما على الصعيد الآخر الثاني، فبالتأكيد على الصعيد الداخلي الفلسطيني ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبلها. الشعب اليوم ملتف حول المقاومة، السلطة وفريقها لا يحصلون على 10% باستطلاعات الرأي، وبالتالي هذا الفراغ السياسي القيادي يتطلب أن يكون هناك قيادة تكون بمستوى التحديات ومستوى التضحيات التي يقدمها شعبنا، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال الدعوة إلى العودة للشعب وإنهاء مرة أخرى دور هذه القيادة لصالح انتخاب قيادة وطنية تكون بمستوى التحديات، وعلى طريق ذلك تشكيل قيادة وطنية موحدة تقوم بالمهمات المنوطة والمفروضة بها، وصولا إلى أن تعاد الأمانة للشعب، وأن مرة أخرى أن يقرر الشعب من يستحق قيادته. نعم، ابقى معنا أستاذ عمر. دكتور إياد، نتنياهو كثيرا ما كان يتفاخر بأن العرب بشكل عام والفلسطينيين أصحاب ذاكرة قصيرة ينسون بسرعة، ونحن نقول له الآن بأن جيشك أعلن قبل 6 شهور عن انتهاء عملياته في العديد من المناطق والأحياء وعلى انتصاره على المقاومة الفلسطينية، ولو كان بالإمكان لعرضنا كلام المجرم هاجاري، وقال في ذلك الوقت في أحياء الشجاعية وتل الهوى وتفاح وغيرها أننا انتهينا وقضينا على المقاومة هناك، والآن يعود مجددا ليقول بأننا سنشتبك من جديد مع المقاومة في تلك المناطق. هذه واحدة. الأخرى وهي نقطة مهمة أيضا، هو أنه كلما زادت المقاومة من أعمالها ومن عملياتها وتصاعدت أكثر، نلاحظ بأن القبضة العسكرية تشتد أكثر على المدنيين الفلسطينيين ويستخدمون كواحدة من أدوات الضغط على المقاومة
الفلسطينية. كيف تحاول تفسير هذا السلوك الإسرائيلي العودة مجددا بدون خجل لعمليات عسكرية في مناطق هو قال بنفسه أننا انتهينا منها وحققنا فيها نصرا على المقاومة وقضينا على كتائب القسام وعلى كتائب المقاومة هناك؟ يعني أعتقد أن الكيان الصهيوني كونه كيان فصل عنصري يحاول بشكل واضح ولا يخفى على أحد مسألة التطهير العرقي. يعني هذا الأسلوب أو هذا السلوك أو هذه الاستراتيجية البعيدة التي يحاول الاحتلال ويسعى بشكل كبير إلى تطبيقها في قطاع غزة، لأنه يعتقد أن التخلص من جزء كبير من المدنيين ومن خلال تدمير البنية التحتية وتدمير كل شيء وكل مقومات الحياة في قطاع غزة سوف يكون الطريق الوحيد للتخلص من المقاومة في القطاع. لهذا السبب نلاحظ أن حينما يتحدث الاحتلال عن مراحل ليس شرطا أن يكون ذلك أو نتعامل مع ذلك بنوع من الجدية، خاصة وأن الانتقال إلى مرحلة من مرحلة إلى مرحلة والحديث عن تركيز العمليات وفق معلومات استخباراتية ومرحلة ثالثة هو يتنافى مع الواقع الميداني في قطاع غزة. الآن الجيش الاحتلال ينتقل في مناطق شمال قطاع غزة ويحاول أن يدفع السكان للذهاب إلى المنطقة الوسطى. قبل شهرين كان يتحدث عن يعني أهمية الدخول إلى رفح وإعادة احتلال رفح أو إعادة السيطرة عليها أو التخلص من المقاومة، لأن الأسرى الاحتلال موجودين في جنوب قطاع غزة. هكذا كان الخطاب الإعلامي الصهيوني يركز على هذه الجزئية، وحينما دخل رفح لم يحقق أي من هذه النتائج أو من هذه الأهداف. لذلك هو الآن يدفع السكان باتجاه المنطقة الوسطى خصوصا من الجنوب من رفح وخان يونس سابقا وسابقا أيضا من الشمال، والآن يركز على الشمال لدفع أكبر عدد من السكان، لأنه يعتقد أن كل مبررات الحرب في قطاع غزة على المستوى الميداني والعسكري قد انتهت، وبالتالي هو يحاول أن يخلق أهداف جديدة يقول للمجتمع ويقول للرأي العام الداخلي في الكيان ويقول ويحاول أن يقول للجيش خصوصا على المستوى السياسي أن الأسرى موجودين الآن في المنطقة الوسطى، أن قيادة المقاومة وقوتها موجودة في المنطقة الوسطى. لذلك لا أستبعد أن يذهب الاحتلال الصهيوني خلال أسابيع قليلة أو خلال أشهر قليلة إلى المنطقة الوسطى، وهذا لا نتمناه، لكن هذه سياسة الاحتلال الذي اعتادها خلال الأشهر التسعة أشهر الماضية. يعني على سبيل المثال في مطلع هذا الشهر كان هناك قرار من الاحتلال بمد خط كهرباء بحجة إيصال المياه وإيصال يعني تحسين، إيجاد نوع من التحسين للوصول المياه النظيفة والحد من الأمراض. وقيل أن هذا، وحتى سموتريتش وزير المالية في حكومة نتنياهو اعترض على هذا القرار، لكن المعروف أن الاحتلال لم يدخل إلى المنطقة الوسطى بشكل كبير، خصوصا مدينة دير البلح الذي يقال أن هذا خط الكهرباء سوف يتم إيصاله إلى هذه المنطقة. طيب كيف سوف يحاول أن يحمي جيشه ويحمي أسراه كما يقول أو كما يدعي أنهم موجودين في المنطقة الوسطى، وهو أصلا جيش الاحتلال لم يدخل إلى المنطقة الوسطى؟ وبالتالي الاحتلال منذ هذه الحرب هو يحاول أن يخلق أهداف أو يخلق مبررات لاستمرار هذه الحرب في قطاع غزة لأسباب مختلفة، منها الأسباب السياسية، منها الأسباب التي تتعلق بنوعية بشكل بوضع هذا الكيان الصهيوني الذي يحاول أن ينتقل كما أشرت في البداية من مرحلة الفصل العنصري إلى مرحلة التطهير العرقي، التخلص من المجتمع الفلسطيني، التخلص من المقاومة الفلسطينية، وهذا يلجأ إلى ذلك من خلال ذلك إلى النصوص الدينية وبعض المسائل الدينية التي يعتمد عليها وبعض الكثير من قياداته. بالإضافة إلى النقطة الأخرى المهمة أن هنالك بعض الأصوات للأسف الشديد تتحدث عن خطاب أبو عبيدة مؤخرا وتقول أن إعادة إحياء المقاومة أو إعادة التجنيد داخل المقاومة والتعبئة على مستوى العناصر في المقاومة قد يعطي الاحتلال مبررا، وهنا الاحتلال، وهذه الأصوات للأسف الشديد لا تعي تماما أن الاحتلال لا يحتاج مبررا، لا يحتاج إلى مبرر. نعم، كأنهم يعيشون في واقع آخر وفي زمن آخر. دكتور إياد، بالإضافة لما قلت نضيف أن ما قاله هاجاري أن الأمر في غزة قد يحتاج إلى 5 سنوات إضافية للقضاء على المقاومة قد يؤيد هذا حديثك. ابقى معي يا دكتور إياد، أذهب للأستاذ عمر في سؤال أخير.
بحكمتك المعهودة أستاذ عمر وصوتك الوطني المحترم، أصوات تتصاعد من كبار وصغار سنا وقدرا يعني من أبناء شعبنا للأسف الشديد يستهدفون فيها المقاومة الفلسطينية ويتجرؤون عليها بينما لا يستهدفون الاحتلال وينتقدون عدوانه وجرائمه. لم يكن يعقل بأي شكل من الأشكال أمام هذه المذبحة الكبرى والإبادة الجماعية التي طالت مئات الآلاف أن نستمع إلى هذه الأصوات وأن تدعم من الإعلام بعض الإعلام العربي وأن تصبح أصوات ذات قيمة يعني وكأنها رأي ورأي آخر، مع أن الأمر لا يحتمل رأياً آخر. سيد عمر تفضل. يعني هي ليست رأياً آخر، هي عملياً أصوات مشبوهة يغذيها الاحتلال، وأعوان الاحتلال فقط هم الذين يقفون وراءها. ومعروف أنه في كل بلد وفي كل كيان هناك طابور خامس، هذا ما يطلقون عليه بالطابور الخامس، الذين يرون مصالحهم في خدمة الاحتلال. أما الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني فهي تلتف كل يوم على خيار المقاومة. صحيح أن أولئك الخارجين عن الصف الوطني المهزومون، لأن المهزومين لا يحبون أن يرون منتصرين، والمستسلمين لا يحبون المقاومين، والتجار لا يحبون الثوار. وبالتالي لحسن حظنا أن هذه أصوات قليلة مأجورة، حتى لو كانت ذات ألقاب دكتور أو مسؤول أو كذا، هذه أصوات مأجورة ينبذها شعبنا ويلتف كل يوم حول مقاومته ووفائه لهذه المقاومة وللتضحيات. وبالتالي نقول لهذه الأصوات ولمن وراءها: إذا كنتم تحتكمون للشعب، ها نذهب للشعب كي يختار الشعب خيارا بين المقاومة والاستسلام، بين التنسيق الأمني وبين المقاومة. نعم. وتعالوا ننتخب قيادة جديدة لهذا الشعب. أشكرك جزيلا أستاذ عمر عساف، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الخبير في الشأن الفلسطيني. شكرا لك دكتور إياد جبر، الباحث في العلاقات الدولية. شكري موصول للدكتور مأمون أبو عامر، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع، وهذه تحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.